اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل كفته داوود باشا بالتوست. نطلع فاصل ونرجع نشوف المكونات بتاعه الساندوتش. المكونات: توست متحمص في الفرن، كفته داوود باشا بالصلصه بتاعتها، جبن مبشوره، هنستعمل تشادر ورومي وجبنه موتزاريلا مبشوره، وهنستعمل شويه بقسماط ناعم وشويه زبده ندهن بيهم طاجن فخار. اول حاجه هندهن طاجن. وبعد كده هنكسر توست المحمص. نحط شوية من الكفتة. جبنة. جبنا رومي، نزود شويه من الصلصه، الموتزاريلا، بقسماط ناعم. ندخله الفرن. الكفته اوريدي مستويه، بس هنستنى لما الجبنه تسيح وبعد كده نطلعه ونقدمه. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش كفته داوود باشا بالتوست في الفرن، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير تفاح بجوز الهند. المكونات: تفاح، عسل، لبن جوز هند، جنزبيل فريش مفروم او متقطع صغير، وجزر. نجيب الخلاط، نحط التفاح. عسل. جزر. زبيل. مش كتير قوي، حبة صغيرين قوي يعني. تقريبا نص معلقة صغيرة. وعصير ولبن جوز الهند. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير تفاح بجوز الهند، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.